وشوشة. ليه ما اقدرش انسحب؟ لان انا صعب فكرة العمل، يعني عارفة لو حد كلفني بعمل اقدر اعتذر لو انا لقيت لاي ظروف، لكن ما ينفعش ان انت تبقي انت صاحبة الفكرة ان ايه المانع ان احنا نعمل جزء سادس لليالي الحلمية. وقلت الكلام ده للمنتج ساعتها وبقوله على سبيل يعني انا قاعد معاك دلوقتي وبقول لك ايه المانع ان احنا نعمل كذا. فالفكره عجبتني، لقيته بيكلمني وانا مسافر بيقول لي انت فين، احنا اتفقنا مع اولاد الاستاذ اسامه عمر عكاشه واسرته وكده. قلت له انت بتكلم؟ قال لي اه، واتفقنا مع الاستاذ مجدي ابو عميره ومضى. فلقيت فجاه الموضوع دخل جد في يعني خلاص ده بيتنفذ، ولو انا مش هعمله خلاص في غيري هيعمله. وحتى ساعتها قلت له انا مش هقدر الحق اعمل الموضوع ده لوحدي، فانا صديقي عمرو محمود ياسين من اصدقاء الدراسه وعشره عمر ليا، فانا ممكن انا اكلم عمرو ونكتبه مع بعض ونعمله. وقد كان يعني اكتر حاجه ظلمت المسلسل ان احنا عملناه تاني. الناس مش مستعده ان هي تشوفه من غير الاستاذ يحيى الفخراني، مش مستعده تشوفه من غير الاستاذ صلاح السعداني، مش مستعده تشوفه من غير الكواليتي القديم بتاعه، كواليتي الصوره بتاعه، الديكورات بتاعته، مش مستعده تشوفه من غير سيد عبد الكريم، مش مستعده تشوفه من غير لوسي، مش مستعده تشوفه من غير ناس كتير مش موجوده فيه، مش مستعده تشوفه من غير الاستاذ ممدوح عبد العليم طبعا. يعني يمكن انا دايما اقول ان لو الاستاذ ممدوح كان موجود كان الموضوع هيختلف الى حد ما، برضو بوجوده مع الاستاذ هشام والاستاذه الهام والمجموعه اللي كانت موجوده اكيد كان هيفرق. لا بالذات العلاقه اللي ما بين علي وزهره، لو كنا عملنا اللي كان في خيالنا في الورق، احنا عدنا 12 حلقه تاني بعد ما كنا كتبناهم، عدناهم من اول وجديد عشان نحذف دور الاستاذ ممدوح الله يرحمه. هو الفن كده، انت لازم اي عمل بتعمليه لازم يبقى فيه مغامره ولازم يبقى فيه مخاطره انا ما زلت بالنسبه لي ولا يساوي شيء الكلام التافه اللي اتقال ساعتها، التراث والعبث في التراث والبتاع، احنا بالمبادئ بتتجزع عندنا. يعني انا النهارده ارفض ان انا اعيد ليالي الحلميه، بس انا ما عنديش مانع ان اغنيتي تتعمل اعلان رابسو يعني، فاهمه؟ او اعلان في قناه مش عارف. يعني المبادئ لا تتجزا، ما اجيش الاقي وطني حبيبي الوطن الاكبر معمول اغنيه ساخره وانا موافق واضحك وانبسط قوي واسقف، لكن لما ايمن يجي عيد ليالي الحلميه اقف وانظر واقول التراث. يعني ايه ملمس؟ لا المس ونص، يعني عايز المس انا بدل اصحاب الحق موافقين الكلام ده لو انا بسطه على الحق. طب ما انا والدي عمل رايه وسكينه وكسرت الدنيا يعني، وكانت اتعملت قبل كده 70 مره يعني، مش سيدتي الجميله ما اتعملت، ابويا عملها ما شاء الله كانت حاجه عظيمه، وتعادت بعد كده في التسعينات وما نجحت، يعني ملهاش قاعده يعني، ممكن كده وممكن. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواتي. www.washwasha.org